نعم، نحن هنا في مركز مدينة تل أبيب. هنا بدأت تتجمع بعض المجموعات لتتجه من هنا إلى شارع كابلان، وهو الشارع الذي تقام فيه كل نهاية أسبوع هذه المظاهرات. أكبر مظاهرة تكون هنا في مركز مدينة تل أبيب. هنا يمكننا أن نرى مجموعات متعددة، مجموعات ما تسمي نفسها الأعلام السوداء، نرى أيضا جزء من نقابات العمال، نرى أيضا مجموعات نسائية هنا تتظاهر، أيضا مجموعة العاملين في مجال الهايتك يرفعون شعارات تكتب عليها دون ديمقراطية لن يكون هنالك هايتك، أي التكنولوجيا العليا، يرفعون صورة المستشارة القضائية للحكومة بالإضافة إلى رئيسة المحكمة العليا بوصفهما رمزا لما تحاول حكومة نتنياهو محاربته من خلال هذه التشريعات الهادفة إلى إضعاف الجهاز القضائي وإلى إضعاف المستشارين القضائيين في الحكومة وتسييس كل هذه المناصب. اليوم كما في كل أسبوع هنالك مظاهرات ووقفات ستكون في نحو 150 مركز في البلاد، ما بين بلدة ومدينة ومفترقات طرق رئيسية. يعني هذه نحن نقترب الآن من نقطة حرجة جدا في كل ما يتعلق بهذه التشريعات القضائية في منتصف الشهر، على منتصف شهر يونيو القادم، على الحكومة أن تقرر ماذا سيحدث في قضية لجنة تعيين القضاء. هل ستبقي اللجنة على ما هي أم ستغيرها كما كان مقررا؟ أصلا هنالك نص قانون جاهز يمكن للحكومة أن تصوت عليه، ولكن السؤال هل تريد الحكومة الآن تغيير لجنة توليفة لجنة تعيين القضاء وبالتالي تفجير المحادثات التي تجري في مقر الرئاسة، أم ستتركها على حالها؟ هنالك ضغوطات من قبل الائتلاف الحكومي بالبدء في تمرير هذه التشريعات القضائية. منتصف شهر يونيو القادم سيكون نقطة احتكاك كبرى ما بين الائتلاف والمعارضة، ما بين الشارع المناهض لنتنياهو والشارع المؤيد له هنا.